كلها افخاخ. يعني حضرتك تحذر من هذه التطبيقات والمواقع؟ قطعا، وانا دخلتها في مره من المرات وندمت على ذلك ندما شديدا، لانه بعد ما دخلت حسيت انه انا تورطت، لانه ضغطت 4 مرات على ازرار ما بعرف ايش هي. وفي مرة من المرات قال لك هل أنت موافق أن أستفيد من صورتك؟ هذه ورطة. أنا هذه الغلطة ارتكبتها من زمان، يعني من أكثر من 10 سنوات، وبعدين عرفت أنه هذا فخ، وحتى نخلص منه اضطرينا أنه نعمل عملية كبيرة في الكمبيوتر. إياكم أن تدخلوا أن تضغطوا على هذه المواقع، كيف سيكون شكلك؟ كيف ستكون لو كنت في بلد آخر؟ ماذا لو كنت زنجيا؟ ماذا لو كنت أشقرا؟ كيف سيكون شكل أولادك، أحفادك؟ أنت تنتمي إلى أي أمة؟ ما هو العمل المناسب لك؟ ما هي المهنة المناسبة لك؟ ما هو اللباس المناسب لك؟ ما هو... كل هذه أفخاخ كلها.